بسم الله الرحمن الرحيم. الأصوات يكي كتلة مبنية كان أو اسماني كمان مبين أصوات. أصوات جمع الصوت. جامل جامع كازور روني كدوة ولا سير روشتوا كأصوات سنها جوري هي جام أصوات. أنا أبي عندي قلت أنا لفظ نين يعني وين يكوا لفظ يقبن مش يقبن دان لا من أبو معنى يعني اسم نين. أنا قلت بابا كمان باسي اسمه شكت ما كلمة يعني اسم فعل حرفة يعني سهل سباسي اسم الرات يقشني جاء أما صوتنا لفظ يعني عندك كان بلامسية اسم نين شكت ما كلمة لفظ موضوع لي معنى وشيك كدان لا لبو معنى واتا واتا بخشة وضع كرا واتا كسيك داينا واتا واضعي يعني ذاتي برودقارة يعني خلق بني آدم أو لغيان دانا كاتا أبي وشيك مثلا ذهبين دانا معنا رشدنا وضربين دانا معنا اليدان ومثلا زيدنا برايك وما وضعك كلاوة كاتا أما أبي لفظي موضوع أبي أوساك أبيتا وشو أبيتا كلمة وكلمة كجبتا اسم فعل حرف كاتا أصوات بشي اسم نية اسمك اللفظ لقنية دانا لابي لابو معنا يعني وضعنا كلاوة لابو نايك تقشني كاتا الله أبا اسم نية بلام لبروا زوجة الله لفظنا الله كله لفظ في ناسك أنا على كل اسم كل اسم حكي حكي به صلاة كله لفظ شغل وضع تانية يعني مش يغني دان دا بلا بوم معناك تقشتي بالي جات سنها أقسامي هي لا أصوات صوتاني كمان لدم إنسان ندروا يا منقول وتنقل كلام ولا مصدر وملازمين مصدريات نو نبوت اسم فعل يعني هم شبه وكم مصدر يعني ياتو بلام اسم الفعل نين وكولي واها تقشتي زوجة لشعوش تالي واها ثم واها واها بلا يعني معنى تعجب تقشتي يعني عجبا يعني اتعجب عجبا تعجبك او ديارك معربة بي او كاتي وكم مصدر منصوبة بي تقشتي ويان ابيت بلا لازمي مصدرية دنيا بلان بوتا اسم الفعل بلان بلان بوتا اسم الفعل تقشتي وكو مثلا صه وكو مه صه ومه اسم الفعل شكو معناه فعلي أمر وكو خيان دمان تقشتي جالي أمانا أم بشان بيتا حكم أسماء الأفعال واعية واتا بيتا مبني أسماء الأفعال من مبني أم صه ومه وعنج أم مبني أمش كواكو مصدري ليكرا وملازمي مصدرية أو حكم مصدر واعية ومعربة شكو مصدر اسمه معربة تقشتي يعني الله نقل نكرة وبلكو باقي لسر أبي كواه لسر يتي كهر أصواتك ودينك السادية يعني نبوة مصدر ونبوة أسماء والأفعال إذا مش جد شنجوري يعني كي كلا جوري أنا أوي كواه بالي بو إنسان فيا أبي وقتك معناه بو فيا أبي ويبدا من إنسان أكو كسي كواه فشمان أبي تويا تعجب لشتيك على وي يعني تعجب لشتيك يعني فشيماني كيشي على وي ويعني مثلا جاي بقى لسر رقية حكايتها وكو الدنيا شتيك ويا وكو الدنيا حيواني ويا مثلا غاق يعني كو الدنيا قال الرش بالي جا قربان يا جاري واهي لبو اوية كوا بكاري هندي بو حيواني كوا منع بكي لكاري اللي ويش مكا تقشتي مثلا بي وصل بي وصلني يا بتبي ايش انا كان تقشتي وين بان يبكي حيوانك بان بكي يا غيري امانه كوي بتي دانيش مثلا لي نخي بحشتر يعني داب نشتي تقشتي يا عيب نبي مثلا اما بحيوان الله ما قال لي وحا مثلا يا بفشي لا يكتم مثلا يعني ب عيب نبي قد يجي علي مثلا هوش او دنگاني كوا بو گیان دارن بکاره هنری یا بو بانک کردنیان یا بو قطعه کردنیان یا بو حسانیان یا بو دانشتنیان جالی ام قسمانه همی آقای بیت مبنی ام قسمانه آقای همی بیت مبنی اما تندی لو شانی که ما بکاره این عنده آن هر تعبد به استعمالی کرده و بلام هندک شان هر مشترکه چیکشتی با زمان کنی کش بله جا قربان الله امانه اگر عربشتی که آوا بکار بینی لام شوالی که باس بکر امانه ان همیان ابن مبنی تگشتی چون که الله ترکیبی تیانیه یعنی چطور ناو ترکیب او مسند و مسند ویله او آوانی ببی چون که المعرب و المرکب الذي لم يشبه مبنيا اصل و
مبني بيتواني وكوا تركيب نكتابي تيجشتي. أها يقول بان كوا تأمي جتية السرباسي كافية كأفرمين جاء أفرمي وهي بهذا الاعتبار ليست بأسماء بالي ليست بأسماء لعدم كونها دالة على دالة بالوضع وذكرها في باب الأسماء لإجرائها مجراها وأخذها حكمها ربوي لباب الأسماء باس كراوا اسم نيتشوك دان لفظ دقنين دان لابن نبو معنا بلان لباس اسم باس كون باس كون باس اسم لباس اسم باس كراوا سوك جارا مجراي اسم كراوا يعني خلات شويني اسم وكانال اسم ومبني كريا أما مبني كراوا سوك كأنه وكو أفشتان ويكا تركيب نكراوا تركيب يعني جاء فلمي في ناس كي أمي كل لفظ يعني أصوات الأصوات كل لفظ أصوات دنجا كان همو لفظك يعني همو شيك جابرام وكو عرضم كذي على بوي وتدي كل لفظ نيوت وكل اسم تبقى مع وضعي تياني يعني مش هكذا أنا لا معنا شكل وشدة وتلا كلمة دا في بيستا أبي وضع هبي أو ساكا بيتا كلمة تام موضوع نبي كلمة نية لي اسم جبريتيا لبيك لبش كاني كلمة جا كل لفظ حكي به صوت همو شيك كوا حكايات كرابية بأو شيء دنجيك يعني لزمان إنسانك وهاتبه لبر تشبيه بدنجيك مثلا تولي غاق أم لدميتو أو شيء درجوا لبر تشبيه كله بدنجي قل رشوة تيجشتي بامي أو صويت به للبهائم يعني أو شيء بالي بكارهن رابي هاتبه تدر لدم للبهائم لبو حيوانات وعجلكان بله مثلا وقوي كوا بانج بك يا بوي مثلا داينشيني يا منع بك الى كاري تقشتي مثلا وقو نخيك يعني تبي او حشترة داينشي اي نخي نخي تقشتي اها جا خوشي نمونك اهين يتوا بله جا برام علي للبهائمي هل ما بس بي حيوانا كان نيا بلقو بو بالندا كانش هرواية جالي يعني مثلا يعني الله صويت به للبهائمين بس بها الأول يكاتب بهم وحيوانات وآجل كانوا بلكو بهائم نمونية مثالة بلبو بهائم وآجل كانوا هاويني أعانكو بعلم دكان تيقشتي بامي شكرا بهائم زواتر بو تشارفيا كان لين تيقشتي آجل كانوا خواني تشارفين كاتوي بو تطير بالون دبين ناشي بالله مليان بس وين يبس تايبت بي بأوانا وبالكو بهايم وهاويني بهايم بالله وكو بالون دكانش أبي حتى بو أوي كواد جارة مزرية أوان كتابي عندي الأفراد إنسان وكو مثلا الصبيان منال مثلا هام منال كخ كخ شتك مثلا النتي بيخوا يوا هر أو أصواتي تيقشتي بالله يا بو شت وشت بكاري بيني عيني شت جا خبان كواتا للبهائمي مختص نيبا يعني بهائم وهاويني بهائم فالأول كغاق ويكميان كوا حكي به صوت ويكدنجي حيواني كشتي بالندي كشتكي بي بالي حكاية كلابي واتا أو بكاري أهيني وإنسان إيقريني توا تقشتي وكوشي وكغاق كإنسان بيلي تشبيه بدنجي قلرش تقليدي دنجي أو بكا والثاني دوهم يعني كوا صويت به للبهائم كوا بكارهن ذابي لبو آجلا كان يا بو بالندو جان دارا كان بو اوي كوا بو وطمان يا بان يعني بكا يا هليان سين يا دان نشين يا قد غيان بكا لكاري او سوطة بالبهائم وكو جي كنخي وكو نخي بمشدد بلي نخي يا بمخافة بلي نخي بس هذا كأما بكاري لبو إناخي بعير يعني بكاري بو دانشتني دانشاندني وحشتر تو دانش يلي نخي يعني دانشة بنيشة دا. يا سبحان الله جان دارانش خوان بخوان لعو شي ودن قشتتي اغن كخاونا كان بتابد كبكاين هنا جبتي اغن جو اغن بام كوات امانة برام هم مبني انت قشتي ايه مثلا مثلا غاق غاق مبني على السكونة مثلا نخي مبني على الكسر مثلا مبني المركبات
هيك كتلا اسم كان كمبني بريتي لمركبات، اي المركبات المعدودة من المبنيات، يعني او مركباني كما خلج من راون لمبني وبمبني دان راون. بالي جال كل اسم من كلمتين همو اسمك كوات حاصل بو بيو بدا ساتبه لتركيب دو كلمة لتقل كردنو ليقداني دو وشا دو كلمة بالي بدا ساتبه وحاصل بو بيو لتقل كردني دو وشا جال دو وشا حقيقة هل كان وشا بن وكو بعلبك لبعلو لبك تقل يأكي يا حكمي بيوكو السيبويهي يا السيبويهي استعمل للسيب أما وشي بلام ويه أويد ومكان سلطة تقشتي أو يعني جارة مجراي اسم كراوانيا كلمة كراوانيا دوما كلمة نيوكو ويتمان لبيا شوائسة لأصواتا أو بشي سلطة صوت اسم نيا كلمة نيا جالة بروالي من كلمتين يعني الله حقيقة كهرعق عن كلمة بن بالي يعني حكما حكما كلمة بن وكو سيبويه نفطليه أو كم يعني كم جزئا وشيء يعني كلمة بلام دوها مكان صوتا بلام جارو مجرعي كلمة كراو حكم كلمة بيدرع وحكم حكمية نك حقيقي جاء أمضي كل اسم من كلمتين أو كلمة حقا بها إجريتا وحكم بها إجريتا عام ليس بينهما نسبة ليس بينهما نسبة بين الظرف وخبر مقدم بيبو ليس نسبة اسم مؤخر بي ليس بينهما نسبة لنواني أو دو كلمة دا هج نسبة يقنبه نسبة إسنادي نسبة إضافي نسبة عطف إش كام لوانا نبي جابراكم الله كلمتين عامة لبو اسم بن هرتفيان وكو بعل بك بعل هر اسم بك يشر اسمك لو بيشخون راوة بالي بعلنا لبو بتيك وبكيشنا لبو كتان نو لتكتيرك هاتي عن اسم يا فعل بيمنكم مثلا نصر ينصر مثلا تركيب يعني كي يا حرف بنكم من عن يا مختلف بنيك عن اسم بيك عن فعل بي مثلا يكي اسم بيك حرف بي فرقيني ده اكرام بي كلمة جا ليس بينهما نسبة النسبة لنماني انا نبي انا استمنا لمولاش وهروا على مفيش النسبة عن نبو بي تقشتي يعني هيس كاملون نسبة انا نبي دوك نسبة اضافي نالي عبد الله أن بالله ويسا عبد يضاف ولي الله كراوة في جوي بكي بعلم تقشتي وعبد يضاف ولي الله كراوة نسبتك إضافي لنواني أنا هي قبل ويكوا بكي بعلم ويا نسبة إسنادين لنواني النبي وكو مثلا تأبط شرا ستأبط شرا أو نسبة إسنادي هي تكون نسبة تأبط فعل ماضي دراوة ولي فاعلة يعني فلانة كس هو شرا مفعول به ونسبة إسنادين لنواني أنا هي يعني نسبة عطف نبي وكو أحد عشر كأحد وعشر ويا خمسة عشر خمسة وعشر بامي جا ديارة كتا أبط الشرون وعبد الله أو بمراكبك أنا أقدرته يعني أم مراكبك مبني به يعني بلا 15 أقدرته وكوا مبنية تيقشتي 15 أقدرته وكوا مبنية يعني لو مراكبك كوا مبنية جاء قربان قالت فإن تضمن الثاني حرفا أجر هاتو جزء دوهميا قلت يا أستوي خويا وقلت يا زمني خويا بيتيك يعني بيتي عطف بي يعني غير عطف بي وقالي 15 وثمان 15 و10 ولو بينها يعني غير بيتي عطف بي وكم بيت بيتا يعني ملاصقا بيته إلى بيتي وإلهك إلى قلاياتي قشتي بنية اگر دوها مكان قلت يا استوي خويا وقلت يا ظمني خويا وبيتيك
أو بني هاد جزءك مبني ابن هم بشي كم هم بشي دوم مبني مشتين. الله يا كم يعني كتب مبني أخيرا كيتشو كبوتنا وراسي وش كمحل إعراب نية إعراب مختلفة آخره هو آخر اسم يا بوغوري وشي يا بوغوري دي أمس كبوتنا وراس وأخير يا كم بأخير نما وبوتنا وراس وكاتنا بيت معرب ودوا ما كشان سكا أو مع أو حرفين لأخوة قلتوا حرف لا بلا أوكي لأخوة قلتوا لبروا بوتن مبني كخمسة عشرة وكم خمسة عشرة كأصغي خمسة وعشرة بويا وعشرة بو وعوكا لا براوة وتركيب كراوة بالي عشرة لقالي خمسة بالي خمسة عشرة أو هرت كان مبني على الفاتن هم خمسة هم عشرة ومثل حادي عشرة وأخواتها وكو حادي عشرة كبوزن فاعل وكل صف في كتاب السفر كباس يكام لو صف الكافي كوا عدد لسه بوزن فاعل لي أكلي تاكو دعاسة تركيب ترتيبها كانت يقشتي على 11 يعني يعنزه مين 11 يعني يعنزه والله متو 11 يعني يعنزه مين إذا الثاني 10 يعني دو عنزه مين أعلى والترتيبة بلام بلا أبي كان لي 11 12 يعني يعنزه دو عنزه يعنزه أعلى ديم 11 جهر ويا هر بيتكي ننوانا جال 11 يعني بفتحية بخمينتو بإسكانيش دروستا لحادي 11 يا أحادية عشرة وأخواتها بل أخواتي حادية وكو الثانية وكو الثالثة وأنا تاكو قاتل التاسعة عشرة يان ألي أخواتها أخواتي هم حادي عشرة هم أخواتي خمسة عشرة إيش تقشتي وكو مثلا ستة عشرة إشهر ويا ثمانية عشرة إشهر ويا تسعة عشرة إلا اثني عشرة ما قد اثنى عشرة نبي أما يا واثنتي عشرة اثني عشرة بو مذكر واثنتي عشرة بو مؤنث أما هذا جزء كم مبني ناكي بوك بس جزء إدو هم مبني أكلي شوك اثنى بو رفع آخر نيتو اثني بو نصب جر اثنتا بو رفع واثنتي بو نصب جر وكم مثنى عربي أقوار جزئية كميان يعني. اثنتا واثنتين يا إثنى بلا إثني بلا جزء دوهم يعني كعشرة كيهر مبني أبيت شوكا أو حرفة لا برا وكي لخو قلتوا كإثنان وعشرة بوا مثلا يا عشرون بوا جزء دوهم يعني مبني شوكا أو حرفة لا برا وكي لخو قلتوا ولا صمنيا بلا ميا كما كي معربة شوكا مشابهي بمضافة ويا لوا كانوا نكي لا شوكا شوكا قال هاتوا معربيك مثنى بإضافة كنوا نكي لإضافة الرواية جمع بين نكيل إضافة الرواية دي أمجل يدا أن نكيل روشتو إثنان إثنين بلا أتن نكيل نما كاتي التركيب على إثنى عشر إثني عشر نكيل نما شكوكو أوايا وإلا أقل هاتو دوها مكان حرفي لأخونا قل أخذ فإن طلمنا الثاني حرفا بنيا أقل وإلا أقل وانا بو يعني دوهم مركبك حرفي لأخونا قرتبو وعرب الثاني دوها مكان أكريب معرب بالي بلام وبني الأول يك مكان يكم جزئيان يكم بشيان مبنية بلام دوهميان معربة بالي أعرب الثاني مع منع صرفه بلام علي خير منصرف شتي قشتي خير منصرف آخر كلا أسماء منع صرف تركيب عزبة ثم جمع ثم تركيب بلام أخذ شكا خير مصريف معربة تقاشي حاضر رفعي بضمية نصب جري بفتحية معربة مبنينية أما أعرب دوهم جزئا معربة بشي دوهم يان أخيرا كان بلام يكما كم مبنية وكوشي كبعلبك وكبعلبك يسامنا علي أصلاكي بعل وبكون بو مثلا يتحرفك لنابي عنية بعل وشي بو بكش بشي بو دراوة ليقوتا بعلبك كرابنا يشارك دي أما وتبعل لك مبني على فتحة هميشة يعني مثلا هذا بعل بك ونظرت إلى بعل بك وذهبت إلى مثلا بعل بك لأما يا ورأيت بعل بك أو بعل جزئيا
معربة بالوك وغيرها منصرف بعلى بكو بعلى بكة يتغير غير منصرفة كينيا بكينا بيت. وبني الأولية كما كان برا مبني على الفتحة مشى على الأفصح شوكا تتوسط وات تجشتي توسط نوراس شويني إعراب نية في الأفصح اللي سي قولي أفصح فصحتر وأصحتر أي إعراب ثاني مع منع الصرف وبناء الأولي إنما هو في أفصح اللغات وفي لغتان أخريان إحداهما إعراب الجزئين معا غير أفصح دو لغتك هي كالها جزء كمعرب تجشتي وإضافة الأولي للثاني وإضافة الأولي للثاني يكم إضافي بولايد همكا على على بكي مثلا يعني إضافي جزئية كم ولا جزئي دوهم أكاد بلا مالي مضاف إليك غير منصرفة يعني بكك غير منصرفة علي مثلا هذا بعلو بك بالي هذا بعلو بك أواي خوينة توا هذا بعلو بك شو يعني كم أكابة معرب دي هذا متداب بعلو شيتي خبريتي أو جبت مرفوعة تجشتي إضافة كابولاي بك وان بك شو غير منصرفة كسرة ونغير نغير هذا بعلو بكي على هذا بعلو بك مضاف إليه علامة جركي فتحية بكك الله هذا جزء كم عربا إضافة جزئية كم كان ولا جزئي دوهم بلى ومنع أكل دوها مكان وتمضاف إليه كلا منصرف يد غير منصرفة ولا أخرى هما إعراب الجزئين معا هذا جزء عربا وإضافة الأول إلى الثاني وصرف الثاني يكم إضافة ولا دوها مكاتو دوها مكاشا كتا منصرف الله مثلا هذا بعلو بكي بلى كتا مضاف إليه مجرور يكا بكسرة الله تمام فصيحة.